باشا سيسي ناجح ان شاء الله. سيسي ناجح ان شاء الله. انا اسف على التاخير. لا ندعم الحزب بمرشح السيد حمدان صباح رئيس الجمهوريه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كابتن ارجع ورا بس. ايوه تعال كده بس عشان الكاميرات اللي ورا. ايوه تمام يا ماركو. تقديري واحترامي واعتزازي بقرار حزب العدل وحيي قياداته وقيادته، وبعتبر ان هذا القرار اتساق من هذا الحزب مع المبادئ التي نشأ عليها والتطلعات التي يطمح اليها. وبقول لشعبنا العظيم اللي بعد ربنا بنعتمد عليه ونثق فيه، بقول لهم اذا شاء ربنا ووصلنا بالثوره الى السلطه فهي ليست سلطه فرد، هي سلطه هذا الشعب، وهي عنوان لانتصار الثورة ونجاحها، وهي فاتحة الطريق عشان نبني بلدنا بجهدنا ونوزع خيرها علينا بالعدل. من الطبيعي ان تحالف دعم الشرعية لا يساندني. انا من المنتمين لهذه الثورة المكتملة 25 يناير و 30 يونيو. اللي شايف ان 30 يونيو انقلاب طبيعي ان هو ما يدعمنيش، واللي شايف ان 25 يناير نكسة طبيعي انه ما يدعمنيش، لكن انا براهن على التيار الرئيسي في هذا البلد اللي هو مع 25 يناير و 30 يونيو. انا لم اسعى ولن اسعى لاصوات هذا التحالف، وموقفه هو الموقف الطبيعي اللي المفروض يحصل.